طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أقدم لكم 12 أدبا لدخول البيت والخروج منه. الأول: أحبتي، إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن بركة هذا الدعاء أنه يكون على الصراط المستقيم، ويأمن من الفتن والبلاء، ويرافقه تأييد الله تعالى إن شاء الله عز وجل. يكفي قراءة الأدعية باللغة العربية. الثاني: يقال عند دخول البيت: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم يسلم على أهله ويقرأ سورة الإخلاص بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يوسع الله رزقه وتقع الألفة في بيته. الثالث: ينبغي أن يسلم على المحارم نحو الأم والأب والأخ والأخت والولد عند دخول البيت والخروج منه. الرابع: من دخل بيته وهو غير ذاكر لله تعالى، مثلا دخل ولم يقرأ بسم الله فيرافقه الشيطان. الخامس: إن دخل بيتا ليس فيه أحد أو كان مكانا خرابا فيقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليه السلام، أو يقول: السلام عليك أيها النبي، لأن روح الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حاضرة في بيوت المسلمين. السادس: إن أتى دار غيره يستأذن قائلا: السلام عليكم، أأدخل بيتكم؟ السابع: فإذا أذن له دخل، وإلا رجع سالما عن الحقد لعله لم يأذن له صاحبه لعذر. الثامن: يسن أن يقول: من أنت؟ إذا طرق الباب، وله أن يذكر اسمه، مثلا أن يقول: أنا محمد إلياس، لأنه ليس من السنة أن يقول: أنا، افتح الباب، لا ينبغي مثل هذا. ينبغي على المستأذن ألا يقف تجاه الباب لئلا يقع بصره داخل المنزل إذا فتح الباب. العاشر: النظر إلى بيوت الناس حرام، فيجب على سكان المباني الاحتياط عند الإطلال من النافذة والشرفة. الحادي عشر: احذروا النقد عند دخول بيت أحد إلا لمنكر شرعي ترونه، فإن النقد يكسر خاطره. عند الخروج اشكروا أهل البيت وادعوا الله لهم وسلموا عليهم، وقدموا إليهم الكتيبات الإسلامية التي طبعت من مكتبة المدينة. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي عليكم الحصول على إصدارات مكتبة المدينة لتعلم المزيد من السنن النبوية والآداب الإسلامية. عدد صفحاته 120، اسمه السنن والآداب. ومن وسائل تعلم سنن النبي الالتزام بالسفر في سبيل الله مع قافلة المدينة مع أشاخ الرسول. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.
أحمداً.